بلاش تفضل صاحي بعد 3 بالليل. في 2014 ست في العشرينات من عمرها كانت طالعة رحلة تبع الشغل. المهم بعد ما خلصت شغلها هناك بدأت تحضر حاجاتها وتلم شنطها عشان تصبح تاني يوم تركب الطيارة بتاعتها وترجع. بعد ما خلصت التحضير دخلت تنام، لكنها حست في حاجة غلط، كأن حد بيراقبها في الأوضة. فضلت تتقلب يمين شمال عشان تنام، لكنها ما عرفتش لحد ما جت الساعة 3 بالليل. بدأت تسمع صوت تخين عمال يهمس في ودنها. في البداية ما كانتش فاهمة هو بقول ايه، لكن بعد شوية اتضح انه بقول لها انا جاي عشان اخدك. جملة فضلت تتكرر كتير، وبالرغم ان هي كانت خايفة لكنها كانت بتتجاهل الموضوع لحد ما كبس عليها النوم ونامت. تاني يوم راحت تركب الطيارة وهي تعبانة جدا، ولما رجعت ركبت عربيتها وبدأت تسوق عشان تروح البيت. واثناء هي في السكة رجعت تسمع نفس الصوت عمال يهمس بحاجات هي مش فاهمها. خافت جدا وما صدقتش انها رجعت، ركنت عربيتها قدام البيت ودخلت تجير على جوزها. تخيلوا هو ده اللي حصل. I can still hear that. I can still hear that voice.